شهداء قدموا أرواحهم للوطن، فارقون بأجسادهم لكنهم أحياء بذكراهم في وجدان كل مصري. أبويا شهيد، دي حاجة أكيد تشرفني. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص على الاحتفاء بهم ومعهم في المناسبات والأعياد، ومنها عيد الفطر المبارك يبعث لهم الهدايا. أبويا ما ماتش، أبويا شهيد في جنته حي. دايماً بيفاجئنا بالتكريم وبيفاجئنا بالشكر وبيفاجئنا بكل حاجة حلوة تسعدنا وتسعد أولادنا. النهاردة أنا مبسوطة جدا بوجودكم معانا ومن هدايا الرئيس، وإن الرئيس ما نسناش وافتكرنا، ودي حاجة كويسة وإحنا فخورين بيها. وحشني يا بابا ووحشني الكلام وياك، تعالى في حلمي من فضلك أفضفضلك. هما اللي بيضحوا في سبيل الوطن وربنا علشان ان احنا نعيش في بيتنا مطمنين وقاعدين متأكدين ان محدش هيجي يتعدى علينا. يعني كل مؤسسات الدولة بتهتم بينا وبتدينا المرتبة اللائقة بينا بناء عن اللي شايفينه من السيد الرئيس من اهتمام. كل سنة طيبين. السيد الرئيس بعت لكم الهدية دي بالنسبة بتاعت الفطر. سيادة الرئيس اللقاءات بتاعته والسؤال بتاعه وكل حاجة يعني ايه مش مخلينا حاسين ان احنا فقدنا حاجة. يعني دايما يبقى فاكرنا كده على طول، ويا رب يعينه وعشان نحمي بلدنا. مبسوطة جدا اللي هو فاكرنا مش ناسينا في الاعياد دايما، عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل. ابويا شهيد، دي حاجة اكيد تشرفني. الدولة دايما متواصلة معانا وبتهتم بينا ودايما مش ناسيانا في اي حاجة، ودايما الرئيس على تواصل دايما مع اولاد الشهداء ودايما فاكرينهم. عدى وقت طويل قوي من تاريخ الاستشهاد وهم على تواصل معانا، ما منسوناش ابدا. وليه مفرحش يا ما طلبها واتمنى وحقه مرحش؟ كل سنة وانتم طيبين. طيبين. دي هدية من السيد رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك. أهلا وسهلا. أبويا ما ماتش، أبويا شهيد في جنته حي. لولا أمه إحنا ما كانش زماننا عايشين والله. يعني إحنا لولا إن فيه فصيل مننا طلع وقدم روحه وقدم حياته فداء للوطن وفداء للحرية وفداء للشعب المصري علشان يكون فيه نجاح بيكون فيه تضحية. لو طولت أزعج في الدنيا بحالة وأقول لهم أنا أم البطل وأنا أم الشهيد والسيد الرئيس، يعني فاكرني في يوم حلو زي ده هو، وكل سنة هو طيب وتنعاد عليه بخير، وإحنا وراك في أي حاجة إحنا وراك. متشكرين على الهدية اللي هو فاكرنا دايما في أي مناسبة في أي حاجة مش بينسانا. أسرة الشهداء كلنا الصراحة مسايبنا. يعني الرئيس مش متأخر علينا في أي حاجة، في أي مناسبة، أي مناسبة بتحصل في العيد في أي حاجة الرئيس متأخرش علينا، حتى في المدارس بتاعت الأطفال الحمد لله يعني متأخرش علينا. حاجة جميلة جدا لما الاقي البلد لسه فاكراني وفي كل مناسبة بتجيلي وبتقدم لي هدايا. مبسوطة جدا بتحتفلوا بالشهداء وواخدين بالكم منهم، والرئيس يعني محسسنا ان هو اب مش رئيس دولة، لا هو اب فعلا. وحقه ما راحش، ده ربنا وعده بالجنة. وليا ابويا ما ماتش، ابويا
جاءت سليمان يوم العرض هدهدة أهدت إليه جرادا كان في فيها وأنشأت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار مهديها لو كان يهدى للمرء قيمته لكان يهدى لك الدنيا وما فيها. باختصار الهدية من سيادة الرئيس قيمة جدا وعظيمة جدا أيا كانت هي. الهدية لا تكمن في قيمتها المادية ولكن في التكريم المعنوي اللي أهده لنا إنه فاكر شهيدنا وفاكر والدنا اللي ضحى بنفسه وضحى بدمه عشان البلد. الهدية دي من سيادة الرئيس عظيمة جدا لأنها وإن دلت تدل على أن سيادة الرئيس مقدر هذا الدم اللي سال على الأرض.